ابو الحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهره. على البيت. والله شو تسوي ان شاء الله؟ نحكي انا ثوران وندعي لكم العافيه. فاطمه ام الحسن والدهر ام الحسن رايحين لهم ان شاء الله تعالى. كلهم الحجيت مو ما بيج حيل وتعبانه لا شو تسوي؟ ما ذي حيل. اي اي بس اروح ازوره. مو ما بيج حيل تعبانه، فالله يقول لي ارتاحي بالبيت. انا لا اريد الزياره. والله شو تحصلي اذا رحت للزياره؟ اوه حصل خير. ايش شنو الخير هذا تحصل؟ خيرات الله، العافية والسلامة طيبة الخاطر. إن شاء الله تعالى زين. وهذا ابنك جاي يدفعك؟ ها اي. ما شرع قلبه؟ لا ما شرع قلبه. والله. ليش ما شرع قلبه؟ لا هذا إله حسنة. عد الله وأهل البيت. لأن أخذك للزيارة. إي أخذنا حسنة. والله. موفقين إن شاء الله على هذه التربية. الله يعطيك العافية.